اذا كان ده مروان عطيه، خالد عبد الفتاح اللي كمان بيمثل اضافه لانه لاعب جوكر ومهم جدا عند الجهاز الفني. شفي من الاصابه شارك في التمرين ونشوف انطباعه. كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، يعني على الطائره المتجهه الى جوهانسبرج لمواجهه الفريق صن داونز. امور كتير جدا بتدار على الطائره، لكن التركيز اللي مسينه فيه وجوه اللاعبين. انا بينضم لي في هذه الاثناء واحد من اللاعبين اللي يعني زي ما قلنا سريعا خلاص اندمج مع النادي الاهلي، اصبح جوكر في اي مكان موجود بيحتاجه الجهاز الفني بيكون موجود بيأدي باجتهاد بشغل. خالد عبد الفتاح، خالد برحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي، ومجهودك وشغلك بنشوفه والجماهير لمساه في الملعب. خالد، اي مكان بيطلب الجهاز الفني بيطلب خالد عبد الفتاح موجود بيأدي دوره على افضل واكمل وجه. الحمد لله، طبعا بفضل الله بنتمرن ونجتهد ونعمل اللي علينا، والباقي كله بقى بتسهيل ربنا ومساعده اللعيبه اللي معاه في الفرقه ومسانده الجمهور. طبعا مساندة الجمهور، في فترة قصيرة خالد عبد الفتاح أصبح واحد من اللعيبة اللي بيتمتع بثقة جمهور النادي الأهلي، ثقة الجهاز الفني، وأعتقد بيبقوا العاملين من أهم العوامل لأي لاعب في بدايته مع أي فريق. طبعا أهم حاجة في لعيب الكرة الثقة وثقة الجمهور، خصوصا لو بتلعب في نادي جماهيري. فالحمد لله أنا الأمور معايا بدأت كويسة جدا، بدأت ماتش ديربي ماتش زمالك كسبنا 3-0، فالحمد لله النتيجة الحمد لله طبعا فنتيجة كبيرة قدام نادي كبير، ماتش مهم دوري قمة. الماتشات دي طبعا أي حد يخش قلوب الجمهور منها بسرعة، يعني ماتشات كبيرة وفي نفس الوقت بيبقى الحضور والاهتمام عليها أكبر من الماتشات العادية. عايزين نطمن على اصابتك، اطمنا من الدكتور احمد ابو عبله، بنطمن برضو من خالد عبد الفتاح. اعتقد مرحله مهمه جدا، مرحله صعبه جدا، مهم فيها كل عناصر النادي الاهلي. الحمد لله دلوقتي احسن بكتير، كان اتصبت بجزع في الرباط الداخلي للركبه، جزع خفيف يعني الحمد لله، قعدت يومين وبعد كده اهلت 3 ايام والحمد لله نزلت التمرين وكله زي الفل الحمد لله 100 100. مباراة صن داونز، مش هنتكلم على مباراة القطن قبل مباراة صن داونز، شايف المباراة ازاي؟ وانت اكيد لامس نبض جمهور النادي الاهلي وعارف مدى اهمية هذه المباراة بالنسبة لك كلاعب، بالنسبة لكم كلاعبين وبالنسبة لجمهور النادي الاهلي. بالنسبة لنا كلاعبين وكجمهور يعتبر اهم ماتش في البطولة، لانه بنسبة 90% هيصعدك للبطولة اصلا، اللي هي طبعا احنا في ادوار المجموعات، فده ماتش عنق زجاجه بالنسبه لنا عشان نصعد الاول وبعد كده نفكر في البطوله بقى ان شاء الله، فمن اهم الماتشات في البطوله. شايف علاقه الصداقه ما بين خالد عبد الفتاح ومصطفى شوبير؟ اعتقد هي ممتده من قبل قدوم خالد عبد الفتاح للنادي الاهلي. مصطفى يعني نفس جيلي وشخصيه محترمه، كنا بنلعب قدامه على طول قدام بعض في ماتشات الشباب، فطبعا في معرفه قبل كده وشخصيه محترمه طبعا مصطفى. لو هاخد منك كلمة أخيرة لجمهور النادي الأهلي، عايز تطمن الجمهور تقول لهم إيه؟ وشايف ثقة مستر مارسيل كولر في خالد عبد الفتاح إزاي؟ أولاً أحب أطمن الجمهور، إحنا كلنا مركزين جداً وعارفين أهمية الماتش كويس قوي وبنتمرن جامد جداً الفترة اللي فاتت. الماتش مهم بالنسبة لنا جداً، وإن شاء الله تأكدوا إن إحنا هنبذل أقصى 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 مجهودنا، يعني هنعمل اللي نقدر عليه بكل الطرق هنكسب ان شاء الله. ثقه مستر مارسيل كولر بتمثل لك ايه؟ اهم حاجه بالنسبه للاعيب الكوره طبعا هي الثقه، فبالنسبه لك ثقه الجمهور فيك، ثقه المدرب فيك، ثقتك في نفسك، هو ده لعيب الكوره. لو انت عندك امكانيات كبيره جدا ولعيب جامد جدا زي ما بتشوف في لعيبه كبيره جدا وجامده جدا، ساعات تحت ضغط الجماهير ما فيش ثقه، بتحس ما فيش ثقه، ما يبقاش ده مستواهم وده العادي يعني. لا، الثقة طبعا هي لعيب الكورة، هي اللي بتخليك تطلع كل حاجة من غير ما تفكر وتعمل حساب لأي حاجة، فهي دي، أنت لعيب كورة مش محتاج غير ثقة بس. طيب، مروان عطية، خالد عبد الفتاح، ولو كان في حاجة للقندوسي كنا هنشوف نفس الشخصية. الثلاثي ده كويس إن احنا يعني نتكلم عليه مع بعضه، لانه بيجمعهم سمه واحده، انهم دخلوا بجديه من اول ما وطأت اقدامهم ارض النادي الاهلي، اندمجوا مع زملائهم
استطاعوا ان يكتسبوا ثقة الجهاز الفني، ومن ثم من خلال ادائهم ايضا كسبوا ثقة الجماهير. فلما انت تجيب ثلاثة في انتقالات شتوية تقدر بالسرعة دي تعتمد عليهم وتستفيد منهم، يبقى جم في وقته. ولو اضفت عليهم كريستو اللي من خلال ادائه مع منتخب تونس للشباب جاب جولين وعمل جولين وصعد بيهم لكاس العالم، وصعد بيهم لكاس العالم، والناس شافت فيه يعني شخصيه وعنده اقدام وعنده قرار. التلاقي الرباعي ده متوسط سنه صغير جدا، فهو يعني ذخيره جيده للمستقبل باذن الله. يطمنك عن النادي الاهلي، اضافات بسيطه بس تكون مؤثره تيجي على الفرقه، ممكن تريح جدا فيما هو قادم من تحديات. ربنا يحمي الاهلي من الاصابات يا استاذ ابراهيم. هتبص تلاقي يعني انت بتبتدي الموسم قوي جدا، ابتديناه قوي جدا دفاعا وهجوما. ايوه اعتقد ان طبعا تتالي الماتشات والظروف اللي بنحط فيها بيبقوا مؤثر، بيعملك اصابات، بتبعد عمليه الروتيشن مهما كان تثبيت الفريق مش متاح قوي قدام الجهاز الفني للظروف اللي بنحكي عليها دي. عمليه التدريب على العيوب ما عندوش الوقت ولا طرف انه يغير في بشكل جذري بعض العيوب، لكن تخليك تقول ان المستقبل ما مش مزعج باذن الله.